أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان هناك شخص مسحور وخيف عليه أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، فهل يجوز له الذهاب إلى الساحر لإفراج السحر عنه؟ لا، إذا خيف أنه يقتل نفسه ولا يقتل غيره يمسك ويربط، لا يجوز أنه يروح للساحر ويعالج، يربط ويمسك ويضبط ويعالج بالعلاج المباح. نعم.